الذي يستعيذ بالجن ويقول إنما أستعيذ بالمسلمين منهم فيما يقدرون عليه، هل يصلى؟ ما يجوز الاستعاذة أو الاستعانة، ما يجوز بالغائب ولو كان حيا. الغائب ما يستعان به، إنما يستعان بالحي الحاضر القادر على ما تريد منه. ثلاثة شروط: أن يكون حيا لا ميتا، أن يكون حاضرا لا غائبا، أن يكون قادرا على ما تطلب منه لا عاجزا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويسأل حفظكم الله، من كان مستعيذا بالجن ويقول إنما يستعيذ بالمسلمين، هل يصلى خلفه؟ لا، اللي يستعين بالجن لا يصلى خلفه، لأنه مشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. لا يجوز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، ولا الاستعانة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الشيء اللي يقدر عليه المخلوق تستعين به فيما يقدر عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم.